نعم، بداية الصفارات الإنذار تم تشغيلها في تمام الساعة 12 إنذارا بهجوم صاروخي بصواريخ فرد صوتية من طراز كنجال. صفارات إنذار في عموم الأراضي الأوكرانية تم تفعيلها إنذارا بطائرة ميج 31 تحلق في الأجواء القريبة المحاذية من الحدود الشرقية الأوكرانية. لم يسفر حتى الآن عن استهدافات، أو لم يبلغ السلطات الأوكرانية عن أي استهدافات على الأراضي الأوكرانية، وتم قطع صافرات الإنذار. بالنسبة لخطاب الرئيس الأوكراني، الرئيس الأوكراني أكد بأن سيتم إحالة عيد النصر الذي كانت تحتفل به أوكرانيا وروسيا في 9 مايو إلى 8 مايو في كل عام. تم توقيع قانون من أجل المصادقة عليه من قبل البرلمان الأوكراني في 8 مايو في كل عام. أيضا كان هناك تصريحات من ناتاليا هومينيوك الناطقة باسم عمليات الجنوب بشأن الوضع في منطقة زابوريجيا وتحديدا مدينة نيرهودار، هذه المدينة التي تقع في داخلها المفاعل النووي أو محطة زاباروجيا النووية، والتي تتحدث الوسائل الإعلام الأوكرانية والمصادر الأوكرانية الرسمية عن إجلاء عدد كبير من المواطنين، قدر عددهم ب1600 مواطن. هذا الإجلاء يأتي في ضمن خطة روسية حسب التصريحات الأوكرانية بشأن استخدام هؤلاء المواطنين كدروع بشرية نعم. في طيب، الخطوط الدفاعية. إذا ما تحدث عن الجبهة الأكثر اشتعالا الآن، هنا تحدث عن بخموت، ما الجديد؟ نعم، باخموت أكدت بيان هيئة القوات المسلحة الأوكرانية بأن قوات أو الجيش الأوكراني صد أكثر من 55 هجوما في محاور باخموت، ليمان، وأفدييفكا، ومارينكا، البؤرتين الأشد، يعني الأشد والأعنف، اللتين تشهدان معارك هي مارينكا وباخموت. وأكدت بأن الوضع في باخموت صعب، وخصوصا في الأجزاء الغربية من مدينة باخموت. وأكدت بأن القوات الروسية تحاول بكل الوسائل وتستميت من أجل السيطرة على باخموت قبيل 9 مايو، هو يوم غد، من أجل إعلان نصر آخر عن طريق السيطرة على مدينة باخموت. ولكن في نفس الوقت أكدت بأن القوات الأوكرانية لا تزال صامدة وتدافع عن الأجزاء المتبقية أو المناطق التي تسيطر عليها وعلى خطوطها الدفاعية في المدينة. أشكرك شكرا جزيلا لك معتصم عابد، مراسل الغد، كنت معنا من كييف.